انت كنت نجم من نجوم جلاتا سراي طبعا، واحد من اكبر الفرق في تركيا. ممكن تكون واجهت او لعبت يعني مع او ضد نجوم مصريين احترفوا في الدوري التركي، بدايه يعني على ما اتذكر مثلا عبد الظاهر السقا، احمد حسن، وصولا لنجوم مصر في تركيا حاليا زي محمود تريزيجيه وزي احمد حسن كوكا وزي النني في فتره من الفترات، يمكن كانت تم اعارته من الارسنال لبشكتاش، ومصطفى محمد كان مهاجم طبعا جلاتا سراي السابق وحاليا في فرنسا. رايك عموما عن تجارب المصريين في مع الكره التركيه او في الانديه التركيه، مين منهم لفت نظرك؟ مين منهم كتب تجربه ناجحه مع الجماهير الكره التركيه او ساب بصمه او ساب علامه؟ نعم، كان يوجد العديد من اللاعبين المصريين في الدوري التركي، وأكثر لاعب ناجح وأتذكره هو لاعب جالاتا سراي هو مصطفى محمد. كان لاعبا رائعا، كان ناجحا جدا في إحراز الأهداف مع جالاتا سراي. أتذكر قبل ذلك كان في بيشكتاش أحمد حسن، كان مذهلا، لاعب فني على أعلى مستوى وفي حال رائعة. بطبيعة الحال لدينا تجارب كثيرة وناجحة في الدوري التركي، وقبل ذلك وأيضا لدينا نفس العقلية الناجحة accepted by the spectators. وهؤلاء اللاعبين كان لديهم الأثر الرائع على الجماهير التركية، وأتمنى في المستقبل أن نرى الكثير من اللاعبين المصريين في الدوري التركي. ولكن أيضا أعتقد أن في الوقت القادم سنرى أيضا مدربين مصريين يذهبون لتركيا ويحسنون من وضعية الأندية التركية، فتبادل هذه الثقافات وتقارب الثقافات مفيد للكرة المصرية وأيضا ومفيد أيضا للكرة التركية كذلك.